إذا حان الوقت نحفز هذه الشركات اللي تستعمل في المناولة، نحفزها أي شركة كانت فيما يخص صناعة السيارات، معنى تكون هذه الحلقة موجودة، معنى تحضير الأرضية. أي مؤسسة عالمية أو دولة معينة تستثمر في هذا المجال تكون الأرضية مهيئة ويكون الاستثمار حقيقي فعلي. ما نقدرش نجيب أي مؤسسة في صناعة السيارات كون ما تكونش عندي مناولة في هذا الجانب.